الحوثيون في حزم الجوف ومأرب هدفهم التالي: انسحب الجيش عدة كيلومترات إلى الشرق من مدينة الحزم تحت الضغط العسكري الكبير لميليشيا الحوثي، وسط أنباء تتحدث عن استمرار القتال في محيط المدينة. طيران التحالف وجه ضربات للمقار المدنية والعسكرية والأمنية في المدينة لاستهداف من يقول إنهم مقاتلو الميليشيا الذين كانوا قد تحركوا بحرية كاملة على امتداد المساحة المنبسطة والمكشوفة الموصلة إلى عاصمة الجوف دون أن يستهدفهم الطيران. لم يكن سقوط الحزم إذن تطوراً مفاجئاً بعد أكثر من شهر على المعارك التي خاضها الجيش الوطني في ظل الحد الأدنى من الإمكانيات، في وقت لفت فيه المراقبون إلى أن التطور الأسوأ في الجوف جاء على مشارف الذكرى الخامسة لاندلاع عاصفة الحزم التي انطلقت في 26 من شهر مارس آذار 2015 وسط توقعات عالية من معظم اليمنيين بأن تنتهي إلى سحق الانقلاب. سقوط الحزم جاء كذلك بعد يومين من تعيين صغير عزيز رئيسا لهيئة الأركان العامة وسط ترحيب كبير من أنصار الرئيس السابق وتصاعد في وتيرة الحمل التي تستهدف الجيش الوطني المرابط في مأرب منذ الانقلاب الذي شكل المؤتمريون بمختلف تنويعاتهم السياسية والعسكرية والأمنية أحد دعائمه الرئيسية. بقيت محافظة الجوف وفقا لقادة في الجيش الوطني منفصلة من حيث الإشراف القيادي عن وزارة الدفاع، وخضع مسرح العمليات العسكرية فيها للتوجيهات الصادرة من التحالف مع استمرار الاتهامات التي تطال الجيش الوطني بالتقصير. الذريعة نفسها يبدو أنها جاهزة للتغطية على تقدم محتمل للحوثيين باتجاه مأرب في إطار مخطط لإغراق أهم معاقل السلطة الشرعية في فوضى المواجهات المسلحة تنفيذاً لسياسة تفكيك الدولة اليمنية التي تتجلى ملامحها بوضوح كامل في التحشيد والتعزيزات العسكرية السعودية التي تذهب تباعاً إلى محافظتي عدن والمهرة البعيدتين عن مسرح المواجهات. تسبب تدفق المئات من النازحين من الجوف في ضغط هائل على مدينة مأرب في ظل القصور في إمكانية المدينة لاستقبال هؤلاء النازحين وتلبية احتياجاتهم، فيما يمثل قرار الحوثيين قطع الاتصالات والإنترنت عن مأرب وشبوة دلالة قطعية على طبيعة الاستهدافات التي تتعرض لها القوى الميدانية المحسوبة على الشرعية، وعلى تناغم بات يلاحظه الجميع في الأهداف المتحققة على الأرض بين التحالف والإنقلابيين الحوثيين.